السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فارس جيم في مقطع جديد. إعلان مهم زي ما شفت في المقطع، برنامج شوط راح يتوسع أكثر وأكثر. خلاص احتمال بإذن الله إذا قدرت يصير 3 حلقات أسبوعياً إن شاء الله. إذا قدرت يعني، شوف أنا أقول لكم إذا قدرت الحلقتين، في عندنا الحلقة الأولى اللي هي الرئيسية اللي تكون مثلاً 15 دقيقة اللي فيها تحليل أسبوع كامل، هذه يمكن تنزل خميس زي كذا. الشيء الثاني اللي أبغاكم تساعدوني فيه، عندنا في كل جولة راح أخذ مباراة من الدور السعودي وأحللها، فعندنا هذه الجولة اختار واحدة من المباريات، الاتفاق والقادسية ولا الباطن والشباب ولا الفتح والرايد ولا الاتحاد والفيصلي ولا الهلال والوحد ولا الفيحاء والتعاون ولا الأهلي والنصر، فأنت اختار واحدة. وعندنا في الدوري الإنجليزي بذكر لكم 3 مباريات احتمال راح أحلل واحدة منهم بس. مانشستر يونايتد انتوا راح تختارون يعني واحده، مانشستر يونايتد ضد ايفرتون وتشيلسي ضد ارسنال، ومباراه انتوا اختاروا اي مباراه موجود مثل السيتي ضد فريق. فخلاص زي ما قلت لكم اتمنى تصوتون عشان انزل برنامج الشوط. فبس كان معك فارس جيمز، مع السلامه.